بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكرام، برحب بسيادتك يا فندم. إن مدينة الدواء جيبتو فارما مرت بمراحل تطور مختلفة. العرض الأول بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة تناول إمكانيات الضخمة من حيث البنية التحتية والإنشائية والخدمات الشبكية وخطوط الإنتاج والطاقات الإنتاجية والرؤية الاستراتيجية. وده يمثل يا فندم المرحلة الأولى في هذا المشروع. العرض الحالي يا فندم سيوضح الخطط والمحاور للتحول من مرحلة المشروع إلى مرحلة التشغيل الأوبريشن بلان وتعظيم قيمة هذه المدينة، وسنستعرض أيضا الاستراتيجية التسويقية للمدينة. بالنسبة يا فندم لمرحلة التشغيل، بنعمل على 6 محاور رئيسية. المحور الأول هو الارتقاء لأعلى مستوى في ممارسات التصنيع الجيد، أو ما يطلق عليه الهاي جي ام بي، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. المحور الثاني يا فندم تطبيق نظام جودة عالمي يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية. النقطة الثالثة، ضخامة طبعا المشروع بيتطلب تطبيق نظام وإدارة حوكمة إلكترونية تقدر تربط كل العمليات بالشركة من مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية والعمليات الإدارية والمالية وخلافه. وجود عناصر بشرية يا فندم مدربة ومؤهلة وفعالة للتعامل مع أحدث التكنولوجيا المستخدمة في هذا المشروع أمر حيوي جدا وبنركز فيه في المرحلة دي. تم الحصول على رخصة التشغيل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الدواء، وفرنا المواد الخام وبدأنا في الإنتاج واختبارات الثبات والتكافؤ الحيوي. بنعمل يا فندم على تحديث المستمر للمستحضرات، لأن طبعا فيها تم مواكبة التطور العلمي في الأمراض والعلاجات المختلفة وإحتاحة كل ما هو جديد وفعال في هذا المجال. دي 6 محاور يا فندم اللي بنعمل عليها بالتوازي لتعظيم قيمة هذا المشروع. وباختصار شديد سوف أستعرض الخطط الموضوعية لتحقيق هذه الأهداف. المحور الأول يا فندم الارتقاء بممارسة التصنيع الجيد، والأمر ده يا فندم بيتطلب الحصول على شهادات وتقييم من مؤسسات وجهات رقابية دولية لتقييم الصناعات الدوائية طبقا لمعايير محددة ومعايير منظمة الصحة العالمية. الحقيقة يا فندم أي مصنع مؤهل لهذا التقييم بيتم بناء على 3 عناصر أساسية، وهذه العناصر متوفرة في مدينة الدواء. العنصر الأول وجود تكنولوجيا في الماكينات الإنتاجية تعمل على تقليل التدخل البشري ومراقبة كل العمليات الإنتاجية خلال نظام إلكتروني ذاتي لتوكيد الجودة وبرمجة كل الأنظمة بالعمليات الإنتاجية. وكل يا فندم الماكينات وكل المعدات المستخدمة في هذا المشروع، الحقيقة كل معدة في إنتاج محدد في شركات متخصصة وماركات الحقيقة عالمية وتعتبر مرجعية في صناعة الدواء. العنصر الآخر يا فندم وجود عناصر فنية مدربة وتنفذ كل خطط التشغيل والتعامل مع التكنولوجيا. والعنصر الثالث الالتزام بتعليمات القياسية للتشغيل لكل العمليات الإنتاجية، وأي عملية إنتاجية تخضع لهذه القياسات المحددة وتعتبر دستور تلتزم به العمالة والصيادلة العاملين بهذا المشروع. وفي الشركة يا فندم حوالي 180 SOP أو Standard Operating Procedures، ما بنديش فرصة للعاملين بالخروج عن التعليمات التشغيل أو التجويد من تلقاء نفسهم. وفي حالة إخلال يتم التوثيق فورا وتقييم المخاطر بواسطة إدارة الجودة. بتحقيق الـ3 عناصر دول يا فندم بنقدر إن احنا نأهل مدينة الدواء للحصول على شهادات اعتماد دولية، وبنعمل فيها بمنتهى القوة لتحقيق هذه الأهداف. المحور الثاني يا فندم، بدأت الشركة في تطبيق نظام جودة عالمي متكامل يتوافق مع المعايير الأوروبية والدولية. يعتمد في الأساس على بناء بيئة الجودة في كل قطاعات العمل، وليس الاعتماد على الرقابة على الجودة. نظام بناء الجودة يا فندم لا يقتصر فقط بالنسبة للإنتاج والمعامل، بل يكون أكثر شمولية ليغطي كل العمليات بالشركة من توزيع وتخزين وتعبئة وخدمة عملاء وتخطيط. يتماشى نظام الجودة
اللي تم بناؤه في المدينة مع متطلبات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وهيئة الدواء المصرية. المرحلة المقبلة سيتم الاستعانة بشركة متخصصة في تأهيل هذا الكيان للحصول على شهادات الاعتماد الأوروبية الإيمية حتى نستطيع فتح أسواق للتصدير للاتحاد الأوروبي. المهام الرئيسية فندم لإدارة الجودة في الشركة في ثلاث مهام رئيسية. في يوجد مركز بحث وتطوير على أعلى مستوى لعمل كل التركيبات والتشغيلات للمستحضرات الجديدة، ويوجد أيضا منطقة تصنيع لعمل الأبحاث والاختبارات التجريبية. القسم الآخر يا فندم قسم مراقبة الجودة، وده مسؤول على كل التحليل الخاصة بالعملية الإنتاجية من المواد الخام من أول وصول للمصنع أثناء التصنيع وبعد التصنيع وبعد حتى الطرح بالأسواق، وتقييم وتحقيق كل مناولات الهواء والضغوط داخل المصنع. الجزء الثالث يا فندم أو القسم الثالث هو ضمان وتوكيد الجودة، وده أفراد موكلين بيهم موجودين في منطقة الإنتاج، دورهم هو التقييم والتحقيق والتوثيق في انضباط العملية الإنتاجية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء. طبعا بالنسبة لنا أي ملاحظات المرضى والأطباء بما فيها اليقظة الضوئية تبقى منتبهين جدا ليها. وإدارة الضمان الجودة يا فندم برضه معنية بتدريب المستمر لعناصر العمالة للالتزام بمعايير الجودة. المحور الثالث يا فندم في نظام تشغيل وإدارة حوكمة إلكترونية، وسيادتك بنطبق هنا نظام متطور جدا يطلق عليه الـ SEB، وده من أفضل أنظمة في العالم وبتطبقه معظم الشركات العالمية، وبيربط كل مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية والعمليات الإدارية والتوزيع والتسويق والتخزين. كل ده فندم بيرتبط في منظومة متكاملة. الحقيقة مزايا هذا النظام إنه بيتيح كل المعلومات الهامة لاتخاذ القرار، بيقلل الخطأ البشري وبيمنع أي نوع من التلاعب. المحور الرابع هو الكوادر البشرية، والحقيقة استعنا فندم بخبراء الموارد البشرية لوضع الهيكل التنظيمي والسياسات لإنشاء كيان مؤسسي قوي. تم اختيار الكوادر خلط بين الخبرات وكفاءات الشبابية الواعدة. الحقيقة فندم منظورنا وفلسفتنا للموارد البشرية لا يقتصر فقط على إدارة شؤون الأفراد والشؤون الإدارية، بل يتركز أساساً على زيادة إنتاجية الفرد. وبنشتغل على محاور كتير جداً لتحقيق هذا الهدف، منه اكتساب أفضل الكفاءات، وضع أنظمة تقييم للأداء واضحة وعادلة، التدريب والتأهيل والتطوير المستمر للأفراد، وضع بيئة عمل حديثة ومنافسة توفر حوافز لدعم العمل الجماعي والفردي. دي يا فندم العناصر بنشتغل عليها لتحفيز وزيادة إنتاجية الفرد، ويكون فعلا عندنا كوادر وموارد بشرية على أعلى مستوى. المحور الخامس يا فندم التحديث المستمر للمستحضرات. بنشتغل على ثلاث محاور: توفير الأدوية الحيوية الأساسية للقطاع الصحي في معظم العلاجات، وخاصة الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكر والقلب والأمراض الأخرى. بننسق مع هيئة الدواء لطرح أدوية حديثة ذات فاتورة استيرادية مرتفعة، وذلك توفيرها بأسعار وجودة مناسبة. الجزء الثالث يا فندم الدخول في مجالات الصناعات المتخصصة والأدوية الموجهة مثل البايو تكنولوجي زي البايو سيميلرز والأمصال. وده يا فندم المحاور اللي بنعمل عليها اللي بنشتغل عليها في مرحلة التشغيل، ونعمل بيها ان احنا تكون فعلا صرح دوائي حاصل على شهادات GMP من الهيئات الدولية. بنطبق معايير الجودة، بنتسلح بعمالة مدربة، بندار بنظام حوكمة إلكتروني، وأخيرا نبحث دائما عن التحديث المستمر للمنتجات. الجزء الآخر من العرض يا فندم يرتبط بالاستراتيجية التسويقية، وبنعمل هنا على أربع محاور. يمكن أول محور يا فندم مهتمين جدا بالفوز بثقة المواطن والأطباء في جودة المستحضرات ومضاهتها للشركات العالمية. العمل النفسي والتقني مهم جدا في هذا المجال، وهنشرح في سيادتك في السلايد القادمة بعض النقاط للتعامل مع هذا الهدف. إذا كانت الدولة فعلا استثمرت في هذه المدينة بأحدث التكنولوجيا ومعايير الجودة، يجب طبعا أن يصل للمواطن ويشعر بفعالية وجودة هذه المنتجات. المحور الآخر يا فندم تلبية احتياجات القطاع الصحي بالدولة سواء القطاع الحكومي والتكامل في القطاع الخاص،
بدأنا في المعنى بدأنا فعلا بالتواصل مع هيئة الشراء الموحد ومؤسسات أخرى لوضع آليات التعاون والدخول في مناقصات في المرحلة القادمة. المحور الثالث يا فندم عمل شراكة استراتيجية وعقود تصنيع مع شركات عالمية، وبالفعل في الوقت الحالي بيتم التفاوض مع شركات متعددة الجنسيات لوضع إطار لهذا التعاون، وصلنا لمراحل متقدمة في التفاوض. الجزء الرابع يا فندم جزء التصدير، وطبعا ده من أولوياتنا، وكمرحلة أولى الاهتمام بالقارة الأفريقية وخاصة شرق ووسط أفريقيا، حيث يكون التسجيل للأدوية متبادل بين دولها، والدول العربية الشقيقة التي تعتبر أسهل نسبيا في عملية تسجيل الدواء مثل أسواق ليبيا، السودان، العراق، اليمن، ثم دول الخليج العربي الشقيقة. وسيادتك يا فندم شروط التصدير وبداية التصدير هو التداول في بلد المنشأ والسوق المصري وطرحه في السوق المصري في المرحلة الأولى، ثم بداية إجازة المصنع من الجهات الرقابية للدولة المصدر إليها، ثم تبدأ إجراءات التسجيل. يمكن من أهم يا فندم عوامل بناء الثقة عند للمريض والطبيب للمستحضر، أول حاجة طبعا هو الشعور بفعالية وكفاءة المنتج. بنحرص أيضا على الاهتمام بكل التفاصيل ليست فقط الفنية، ولكن تكون تصميمات العبوات فريدة تعكس الجودة وتحظى بثقة العملاء، والاهتمام بجودة المنتج بكل مراحله التصنيعية. انطباع النفسي على المواطن وتقديم المنتج في أفضل شكل ده من الأشياء اللي احنا بنهتم بها جدا في مدينة الدواء. أيضا بنخطط يا فندم لعمل زيارات ميدانية للأطباء لزيارة المدينة والاطلاع على خطوط الإنتاج وتطبيق معايير الجودة العالمية ونقل هذه الثقة للمريض والمجتمع المصري. بنشكل فريق تسويق ومبيعات على أعلى مستوى للتواصل مع الأطباء وهيئة التمريض والصيادلة، تقديم المواد التعريفية بالمنتجات والعينات والمشاركة في المؤتمرات العلمية والدورات التعليمية. إحنا فندم عايزين نبقى لنا دور في نشر الوعي الدوائي والصحي والاستخدام الرشيد للدواء. ايضا مستهدف عمل خطه ممنهجه لتعريف المجتمع بالشركه ومستحضراتها وبناء جسور الثقه مع المجتمع. اخر نقطه يا فندم، يمكن احنا المرحله دي مرحله الادويه الحيويه والاساسيه. من تطلعاتنا نعمل شراكة في مجال الصناعات المتقدمة والمتخصصة البايوسيميلرز، وتمكين المواطن من الحصول على هذه الأدوية الحقيقة الدقيقة للأمراض المزمنة والمستعصية. وفعلا يا فندم وجود المرحلة الثانية والأرض متواجدة بكل خدماتها، وبنجد يا فندم خبرات النهاردة بنستعين بخبرات الشركات العالمية في هذا المجال. وأخيراً يا فندم، نأمل أن تكون مدينة الدواء جيبتو فارما أحد أزرع الدولة في دعم المنظومة الصحية وبرامج التأمين الصحي الشامل، والفوز بثقة أهلنا في تقديم دواء آمن وفعال وبجودة عالية وفي متناول شرائح المجتمع المختلفة. شكراً يا فندم. أي أمر.